يا ابو دويش سام، مبدئيا الحين من راح يفوز، البرتغال ولا المغرب؟ مبدئيا يعني انا اشوف لعبهم متناصف، وان شاء الله تفوز المغرب ان شاء الله تتاهل ونصير فاخر احنا العرب كلنا اليوم المغرب كلنا، وبرعايه مدرج وكافيه داني اللي انا فيه شريك كان طبعا حبيبي. غيري ما ادري عنه، لو كان اتكلم عن نفسي انا شريك واقول ان شاء الله باذن الله نفوز. اسكت بس، اسكت بس، كلمني ولا كلمك، اسكت بس. اسكت لا بس راح يلا الحين خلونا نشجع المغرب. كلنا المغرب. ابو دنيان هلا والله، من تتوقع يفوز ان شاء الله؟ المغرب. تتمنى ولا تتوقع؟ اتوقع امنيه باذن الله. الثاني حماده ايش فيك متحمس؟ ايه بفوز المغرب، يفوز ان شاء الله. يلا فوز المغرب، يا الله يا الله يا الله. بي اصاخبه ولدك صورك والله العظيم بي اصاخبه ان شاء الله. ايه ولدك يدورك يا شيخ، صرخ شو صرخ يدورك الولد. اول مره اشوفك متوتر لهالدرجه، تحب المغرب؟ ايوه نحبهم، المنتخب المغربي منتخب عربي والله العظيم يا اخي. يلعب 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 والله يلعب، اللي وصل الى يلعب. بس تصدق حط لنا بدون فلتر يا ابن الحلال، حط لنا فلتر بدون. انت جميل، اسمع قلت حق المرأة، قلت له انت ابد تشجعين الابيض تشجعي الاحمر، قال زين لك، قلت لي ترى صدق ما يقط صدق.